كامل. استاذ احمد الخضري مساء الفل. مساء الفل. دخل معايا الكابتن انت عايز لا بس تعقيب سام يعني قصه كابتن احمد رفعت طبعا الف رحمه ونور عليه. كان انا يمكن قربت منه في رحله من الرحلات بس اكيد احمد رفعت في حاجه بينه وبين ربنا. ما انا بقول لك ومدعياله. يعني عملنا هو توفى بس حاله الحزن والحب اللي من كل المصريين لاحمد رفعت من اول الواقع المصريين والعرب من اول الواقع بس لو متذكر الواقع نفسها لما حصلت كلنا كنا يعني كل المصريين بلا استثناء دعوات الناس لا ده اللي حصل له اللي حصل له ده ايه ده في سوره البقره انه يموت ويرجع من الموت ويشاور ويرجع. فانا مش عايز اتكلم في تفاصيل. انا حابب ان مصر كلها تقفل الموضوع دلوقتي. اصل القصه كبرت قوي قوي قوي. تقفل الموضوع بس مش تقفله بس في هو طلع وشاور قال فلان ومش عارفين برضو تفاصيل. لازم بقى في تحقيق رسمي وبلغ للنائب العام والنيابات الناس تشتغل يعني واخد بالك تحقيق رسمي. لكن احنا سيبنا ده كله وخلينا السوشيال هي اللي بتحكم الناس. اصل قصه السوشيال دلوقتي ايه ده مش بتاع فلان اللي عمل لا فلان اللي مش عارف فلان وتصدر احكام. هو الراجل رجع من الموت وقال كلمتين يا جماعه تعالوا ده قال كذا 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 وبنحقق ورسمي واخد بالك ونقفل الموضوع بقى في حرمه لكن اصل انت كلامك كتير هيخليك ايه تخش في تفاصيل وفي تفاصيل مش وقت خالص يعني والله بتشتغل عايز تاخد ترند لكن احنا الصح انه يبقى تحقيق رسمي. بمناسبه اللجان اول ما يقول لك هنعمل لجنه تعرف ان فشل على طول هات نتيجه لاي لجنه اي يا باشا انا دلوقتي عدي لك 6 لجان اتعملوا انا كاتبهم لك يعني عشان بقى هاتهم لك يعني والله عايز اجيبهم لك يعني واخد بالك هتلاقي لا 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 ده لازم اجيبهم يعني انت كاتب راصد يعني راصد اللجان يا بيه راصد اللجان انا اقولهم يعني لك من غير كتاب اللي انا حضرتهم. كاس العالم 2018 كان في لجنه لا يا 2010 كاس ده كان في لجنه 2010 صيف المونديال بص يا باشا انت بتتكلم 2019 كاس الامم هنا كان في لجنه اقول لك ايه احنا اتكلمنا ساعه ما احمد رفعت وقال لك في لجنه هتشكل عشان الحاجات الطبيه مظبوط السلام عليكم بص يا كابتن شرف مظبوط ولا حاجه لا 2022 لجنه لتعيين اسباب اخفاق اتحاد الكره ارسال اتحاد الكره خطاب تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا اتعمل لجنه ورئيس اللجنه قالت النتيجه قالت ايه دي الوحيده قالت ان قالت ان في خواف جوه تمام فعلاً. اوكي ماشي واتهم في وقتها ماشي. الكابتن لجنه اللي هو وليد العطار طب ماشي لجنه لجنه دي اللجنه الوحيده اللي طلعت أوكي. النتيجه لجنه لكشف اسباب سقوط مدرج حسن مصطفى تمام ايه سقوط مدرج حسن مصطفى في ماتش الاهلي والجماهير في الماتش الباسكت ماتش الباسكت لجنه لا ده ما طلعناش نتيجه لجنه لتقصي حقائق في وفاه لاعب الملاكمه رامز حسام ما سمعتش لجنة يعني. للتعريف ومخالفات نادي الطيران لجنة لكشف أسباب حريق استاد الإسكندرية التفاصيل فاهمني لجنة الأخيرة لكشف أحمد رفعت أول ما أقول لك لجنة تعرف أنها توصل للا شيء أنت قعدت كده كتبت اللي أنت فاكره يعني يعني أكيد لو برضه لو فحص كده هتلاقي حاجات 600 كتير 600 في النص فإحنا نخلص ما نسيبش المحاكمة يا أستاذ الشباب بس دي اسمها لجنة تقصي حقائق ما فيش أوكي أنا بقى مش عايز لجنة أنا عايز ده رسمي ده الراجل هو نفسه بلغ فده نقفل الموضوع وحققوا يا جماعه في الكلام ده بدل ما انا ده فلان وده لي عيله وده لي اسره وده فلان طبعا. وفلان قال ومش عارف مين قال وده اللي لا اصل ده عمل له الورق ده ما عملوش ورق خلاص رسمي ده بقى ده الراجل هو اللي توفى هو اللي قدم البلاغ نحقق في البلاغ. لكن هل احنا يومين ثلاثه وهنخش الاهلي وبيراميدز مين اللي هيكسب وبتاع ومفيش احمد رفعت خلص موضوع احمد رفعت طب ما وبعدين برضو كده هيبقى ماضي هنكتفي ان احنا دي احداد والناس تقعد تبص الشاره بعد كل جون وبتاع وحقه راح فين ماليش دعوه بقى بالتفاصيل انا ماليش دعوه بالتفاصيل الراجل هو رجع من الموت وقال يا جماعه كذا كذا نحقق وتحقيق رسمي بس ونقفل الموضوع بقى انت عارف كان زمان يقول لك ايه ممنوع بامر ممنوع الكلام في الموضوع انا نفسي ما حدش يتكلم انت بتتكلم ممنوع بامر حرمه الموت بقى الله ينور عليك احلى بقى ما حدش يتكلم بقى في موضوع ويبقى تحقيق رسمي لكن انت كل واحد دلوقتي كل واحد محقق دلوقتي يا استاذ شباب انا بيقول لك فلان وفلان وفلان وواحد تاني يجيب قصه ثالثه وواحد يجيب قصه رابعه وواحد كان مثلا سلم عليه بالصدفه سطحه يقول لك ده كان صاحبي وقال لي كذا مش ينفع نقفل الموضوع عشان حرمه الموتى ويبقى تحقيق رسمي برضه نضمن ان الحق ما يخلص لكن ما غير الموضوع كده هيبقى صعب لكن انتوا هتنتظروا يعني تقرير اللجنه تنتظر وتتوقع
تنتظر ان شاء الله كل لا انا مش انتظر في اللجنه طبعا إن انتظر لو تحقيقات لكن لجنه عمري ما لا انتظر. يعني اقصد انه مثلا مش يعني احنا ممكن بعد اسبوع نسال نقول فين تحقيق اللجنه احنا ننتظر بس توقعي الشخصي او بس دي تخصي حقائق يعني مثلا الاطباء اللي فيها من وزاره الصحه يعني هي اللجنه دي مشاركه فيها اكتر من جهه هي مش محتاجه زي استاد مثلا اسكندريه اللي انا شايفه الموضوع سهل يعني الاستوديو ده اتكسر بس بناء على ان انا دخلت في اول حاجه شوت اول حته فالسبب الرئيسي هو البدايه هو موقف واحد واضح للجميع. طيب الاهم بقى ماذا بعد احمد رفعت؟ اكيد ماذا بعد؟ ايه اللي استفدناه؟ ولا حاجه. يعني اول حاجه قال لك الماتش بالاربعة 5 ونص كان بيرموا الناس في النار في حد يلعب الساعه 4 في الجو ده؟ مين المفتري اللي عمل ده؟ نتلعب ناس اي حد ممكن يقع مش هيقوم تاني. تعرف لولا اللغط اللي ماشي اليومين دول كان هيقول لك فلان الفلاني اللي جاب الموافقه فنشكره والله ده الف شكر لا والله ده انت عملت معانا واجب قوي. انت خلصت الموضوع ده احنا في شهرين انتخابات طبعا انا قصدي بقى كده يعني نبدا يعني انسف بقى يعني وبالمناسبه اصل هي قصه مش برضه سياده النائب وسياده الحاج ما سياده الكباتن ما عملوش حاجه هو فين سياده الكباتن في الموضوع ما سمعتش تصريح لا الكباتن اللي في البتاع ما سمعتلهمش نص تصريح خلي بالك ما هو الكابتن سيد رامي طوبت كله لا الطريق واحد الطريق واحد انت لو دخلت جوه الطابور هتكمل ما يفرقش الصفه بتاعتك ايه لا. انت راضي بالاجواء دي هتكمل في نفس الطابور اصل انا بقول كده خاطر ان في حاجات ما يحسش بقى الا اللعب كوره يعني في حاجات لعب كوره اكتر حد يبقى حاسس بيها في فرق ان انا اقضي واجب وفي فرق ان غلط. انا الله ينور عليك هيبقى عندي راي في فرق ان انا واحد عندي راي او ان انا بقضي واجب ده برضو يرجع للاختيارات انت بتختار مين عشان يكون موجود في القوائم دي بامانه انت بتختار ناس هتقدر تاخد موقف ضد لا دي قوائم بتشكل طبعا. انت بقى اقول لك تعالى نخش انت بتعمل ده وده ده ده طبعا احنا بنعمل هي قبل القوائم احمد حسن كان في قائمه من القوائم مثلا كابتن احمد حسن وبعدين اعتذر في اخر لحظه هي قبل يعني في الاخر القائمه في الاخر برضه بص يا كابتن سيد القائمه فيها ناس من ابرز نجوم مصر للامانه زيكم يعني فيها كابتن حازم امام وكابتن احمد بركات يعني الناس اللي بتدير الكره في مصر فيها اتنين وناس محترمه جدا بس انا بتكلم ما اقصدش كل الاداء ككل بقى على ارض الواقع يعني انا بقول القائمه دي فيها حازم امام ده اللي اختارهم ربنا احنا مفترض وقت بختار نشكره صح يعني لا اصليا لان حازم امام اسم كبير في الزمالك ومحمد بركات اسم كبير في الاهلي بصراحه اتكلم على ارض الواقع على مرور الوقت كمجلس او مجلس لا احنا بنقول الوقت الاداء ليك تحفظ عليه او ده موضوع تاني لكن احنا لما جم كنا آملين وجود حازم ووجود بركات احنا قلنا حازم في المنتخب الاول ده في المنتخب الاولمبي وشفنا اكبر ازمات للمنتخب الاول والاولمبي في عهد الاثنين مش ده اللي حصل عشان مع الناس اللي موجوده انت عايز الصراحه عشان الناس الثانيه هي اللي ممشيه المواضيع عشان الناس الثانيه هي انت؟ اللي بتاخد قرارات عشان الناس الثانيه هي دلوقتي اللي بتعمل كل حاجه انت فين بقى دي يسأل فيها الناس اللي موجودة إنما أنا بتكلم في إن أنت مش هتفضل في ناس تانية موجودة ممكن تاخد وده الخضر اللي يقصده بيقول لك الكباتن فين برضو يعني فلان لا ماشي لا لا أضرب لك مثلا أنا صغير فضل فترة من فترات كان موجود في على فكرة أنا من الناس معجبين بشغل فضل من أفضل الفترات اللي كانت أنا معجبين بشغل فضل وأحمد عبد الله فضل وأحمد عبد الله وده عمرو جنايه أنا معاك حق ربنا أنا معاك خصوصا أحمد عبد الله لا لا هم سنا قريبين من قريبين يعني فضل ولعبوا كورة لا أصل أنا بقول إن ثلاثة هم اللي كانوا بيديروا بس فكانوا عاملين شغل كويس فهي النقطة لا الموضوع في ناس عارف ليه عارف ليه عارف ليه الناس اللي عارف ليه يا كابتن سيد يعني ما عملوا ما فيش توازنات في اي حاجه يعني مثلا عارف ليه برضه عشان مجلس معين عشان اللجنه ما فيش توازنات خالص عارف لو انتخابات وانديه وضغوط يعني فضل عمل في صدام مع الاهلي احمد عبد الله صدام مع الزمالك ده دليل ان هم كانوا فين ده ليه ده اكبر دليل عشان كانوا لجان ما لهمش اي حزمه انتخابيه ولا اي حزمه في اي حاجه وبيتعامل مع الاتحاد الدولي يعني الاتحاد الدولي اللي هيمشيه وهو اللي جابه وهو صح فالموضوع صح. بس انا بتكلم في ايه ما انت خد من هنا بقى لقيت شبانه كويس هات شبانه بعد كده انت بتتكلم بعد خلي شبانه حط الكوادر يبقى اولويه بالنسبه لك اللي عندها شخصيه وعندها اداره سليمه الزناتي مسك لجنه المسابقات اتقال ان هو عليه عيل صغير
يعني الفترة بتاع حسام الزناتي اتقال عليه ده عيل صغير ما بيعرفش يعمل جدول، اللي هو الجدول كان بينزل ومعروف الماتشات ومعروف كل حاجة، دلوقتي الجدول بيتغير 500,000 مرة وعادي، موضوع عادي، بس طالما احنا مع بعض وكويسين كملوا يا رجال. طيب يا جماعة ما فيش حد هيقف وقف ويقول خدوا هنا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ايه نظامكم؟ طب ده حتى واحد مات، يا عم خليها أولوية إن أنا يعني أبدأ صفحة جديدة مع الكل. حال الكرة اللي احنا واصلين له دلوقتي، هو انت الكرة اللي بتتفرج عليه دي كرة؟ اقسم بالله العظيم ما ليها علاقة بالكرة. والله لا العظيم لا ليها علاقة بالكرة. لا احنا بنقول يعني كمان انت هي كلها، ما هي كلها لفة في بعض. طبعا. وعايز اقول وصلت لان ما انت في الاخر بتشتغل. لا ده وصلت ليه؟ الشكل الفني. في الاخر كل ده شغل بتعمل عشان فنان الملعب يبقى. اما دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكورة هو صديقنا طبعا عزيز يطلع بالتصريح يقول لك ان الفرق في الدرجة الثانية والثالثة بتتحايل على عربية الاسعاف ويجيبوا بدلهم عربية موتى. لا ده يدين الاتحاد قبل ما يدين الاندية. طب يعملوا ايه في رايك؟ لا ده لازم الاتحاد ده فيه الزام، فيه الزام او يوفر او ادفع انا ال 1500 ده في الماتش يا كابتن. اوفر انا اوفر ايه في الماتش؟ ادفع. مش خد بالك ده مش في السنه. انت عربيه الاسعاف دي في فلازم اصل الاتحاد هنا في دي بالذات ما عندوش قدره ماليه ده في الماتش. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ هو الشرط الجزائي بتاع فيتوريا ده ما يسددش كل ده؟ الشرط الجزائي اللي اتعمل غلط. الصح احنا هنتكلم بقى يعني في حاجات اللي هي يعني هنبعد عنها او نتكلم فيها. اصل انت تعمل لي شرط جزائي بمليون يورو وتيجي عند عربيه الاسعاف تقول لي لا، ما تحاسب اللي عمل ده، ما تحاسب اللي موجود في الاتحاد، وانت ما تحاسبش حد وتيجي عند الحاجه الجامده لا والله اصل انا مش هقدر عليها، مش هتقدر عليها اصل انا خمسه لازم العب اربعه بدري شويه عشان مش عارف ايه، انما ادي فلوس عادي. لا لا شرط جزائي لكروشيا دي، شرط جزائي لكابتن ايهاب جلاله دي، كروشيا شرط جزائي، كابتن ايهاب جلاله خد شرط جزائي مظبوط، ايوه وفيتوريا خد شرط جزائي، وفيتوريا الفلوس دي هتحوله ثلاث شهور مش عارف، وعايز السنه عايز الفتره كلها وهياخد فلوس اكتر. لا لا ده انت عارف ان الاجهزه بس دي وجهه نظر كروش انت لو حسبت 600 يا فندم بلا لا لا مش لا بلاش دول بلاش دول في 50 جنيه 30 جنيه ما يجيبوش سيارات الاسعاف اللي بلاش بتتكلم بلاش عليها دول. كروش وفيتوريا الجهاز بالكامل بالكامل والجهاز المنتخب الاولمبي يا كابتن سيد وانت عارف بيبقوا قاعدين الاقامه فين؟ فاشهر فندق في مصر يعني اشهر فندق في مصر إقامة آكل شارب نايم هو وأصحابه أنا بتكلم على ما ده على حساب الاتحاد غير مرتبه يعني سيبك دي لا 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 عادي إن هو الإقامة بس أخطائك لا 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 في الشروط الجزائية لا أنا بتكلم على إيه؟ أنت ما تجيش تقول لي على 1500 جنيه لعربية إسعاف لا ده أنت حتى لو النادي ده معهوش توفر له يعني أنت لو قلت مثلا 300 ماتش 400 ماتش مثلا أهو أنا هحسب لك حسبة تمشي معاك في 1500 جنيه أهو يا سيدي هقول 1000 ماتش في السنه حلو كده ماشي في 1500 جنيه مليون ونص اضرب بقى 600,000 يورو في خمسه في لا يا عم 4.7.4 كام مش كتير 28 مليون ونص بس دول ما يعملوش الاسعاف مليون ونص لا مليون ولا 15 يعني مش مقتنع بمليون ونص انا دي 1500 جنيه في 1000 اهو 15 مليون مليون ونص مليون ونص اكيد ما 1500 صفرين اعتبرهم 3 اصفار ب 5 اصفار اعتبرهم 15 انا قصدي لو 10 15 مليون اعتبرهم 15 يا بي 1000 مليون ونص لا ما اعتبرهمش ده مليون ونص انا ده بياخدهم السايس اللي قدام اتحاد الكوره لما لا لا انا ما عنديش مشكله لا لا مرتبات دي عادي بس في حاجات الشروط الجزائيه الشروط الجزائيه يعني السايس اللي واقف هناك هيلم له في السنه مليون ونص الشروط الجزائيه هي اسباب ان انت صح ولا عامل مشكله انت دي زحمه انت ما طبعا لا لا بيرزق لا لا يعني انت دلوقتي مدرب اجنبي بقى مدرب وطني فالفرق بقى في طب انت ايه حسينا ايه احنا بالفرق لا الاتحاد عنده وبياخد نسبه من عقود اللعيبه تقدر تشوف لها اي لا بص انا الحسبه مليون ونص دي مش رقم وبعدين يعني في صرف الاتحاد وميزانيات الاتحادات اتحاد الكوره بالذات ميزانيته اللي بتتخطى 150 مليون و200 مليون 300 مليون في السنه ده مش رقم يعني عقد اللعيبه يبقى 20 و15 وبتاع وانت تيجي الانديه دي تجيب لها عربيه انت لو خدت من عقود اللعيبه في الدوري الممتاز يا راجل مليون ونص من غير ما تاخد نص في المية زياده يا عم مليون ونص مش محتاجه نص في المية من كل عقد مش هتعمل كده طبعا انت اصلا ما بتفكرش الفكره للحاجه الصح انت بتفكر اقول لك انت عارف مشكلتنا فين عارف كام دولار دول 30,000 دولار يعني انت لو فيتوريا البوكيت ماني بتاعه
انت بتجيب يوم حكم مع جهاز لو في خناقه بين عارف الحكام بتيجي بكام؟ $70,000. والله يعني عربيات اسعاف للدوري 3 سنين طقم التحكيم يعني هيحكموا ماتش الاهلي وبيراميدز اللي جاي ده بياخدوا $70,000. تعرف اخر معلومه جت لي بنفكر في ايه؟ والله بتكلم بجد بامانه كله بيستذكى في الغلط. يعني انا هتلاقي ناس كواحد هنا في الغلط انما مش في الصح، مش لحاجه لخدمه الكوره او خدمه الرياضه. المانع يحصل بروتوكول مع وزاره الصحه مثلا، بروتوكول رسمي بين وزاره. طب يا سيدي، طب يا سيدي ادي مقترح ده احنا بنقوله اهو. هو ده اول تصريح خلينا نقول بتوع اتحاد الكوره، ده اول تصريح. لا خلينا نقول احنا بنتناقش، خرجنا بمقترح برضه عشان يبقى ادينا دور. طيب خلي المقترح يبقى في بروتوكول بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، ان وزاره الصحه ومديرياتها او مستشفيات الخاصه اللي بتقع في نفس النطاق بتاع المديريات دي هيبقى بنص الفلوس كمان توفر الاسعاف، ويا عم بالمليون بالالف ونص، يا عم بالالف ونص مفيش مشكله، برضه وزاره الصحه تاخد حقها لان في الاخر العربيات دي بتتصين واجهزه بتتصين، احنا مش عايزين حاجه تبوظ بصراحه. يعني ما تقدرش تجيب راعي يدفع المليون يا سيدي. لا الوزاره تتصحب. لا وزاره لا الشباب لا لا تتحمل على الراعي، ايه المشكله على الراعي؟ بص ولو مش احنا بنتكلم اهو، لو عملت اي راعي للكره المصريه قلت له تحمل المليون ونص بتاع الاسعاف في ثانيه هيقدمهم عن فلوس الرعايه بتاعته. ايه رايك بقى؟ بتجيب رعايات الفتره ده شو انا يجيبه لهم؟ العمليه بسيطه يعني، مش الدرجه دي يعني، مش رقم يعني. فبالعكس وتبقى من خلال البروتوكول من وزاره الشباب والرياضه وزاره الصحه، لانه التصريح فعلا صادم بتاع العربيات نقل الموتى. وانا قلت اللي عنده حل يقوله، ادي احنا خرجنا بحل اهو. ايه مليون ونص صحيح في ميزانيه اي حاجه دلوقتي؟ صح ولا غلط؟ يعني صح. يعني ده بند الكور اللي بتشتريها في اي نادي ولا بند هيعدي المليون ونص؟ يعني ده في الاخر انت بتمت. لا وبعدين انت، لا انت ايه ده، حياه لعيب وانت في الدرجه الثانيه والثالثه بتلاقي بقى كوارث، بقى بتلاقي كوارث بتحصل. ده بني ادم يعني. لا وفي الدرجه الثالثه بقى يعني الخشونه والحاجات غير الدولي بقى، وممكن تلاقي مشاكل. على فكره احنا بنوجه نداء للدكتور اشرف صبحي والدكتور خالد عبد الغفار، الاثنين شخصيات فلو دكتور اشرف صبحي الوزاره الاثنين بتوع شغل يعني، بيزت الدكتور اشرف والدكتور خالد الاثنين بتوع شغل في الكلام ده. فبنقول الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يا ريت يبقى في بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه توفر لنا في المدرجه، ابدأوا حتى بالدرجه الثانيه ثم الثالثه عربيات اسعاف، والوزاره تسدد الثالثه قبل الثانيه، الثالثه عشان ظروف اصعب. والرعايات تسدد زي ما احنا بنقول، اي مبلغ في الاخر 1000 ماتش بمليون ونص يعني وفق الارقام اللي قالها الدكتور ايهاب. احنا الفكره جت لنا ازاي؟ احنا قاعدين في 5 دقايق، احنا قاعدين. تخيل بقى لو انت في اجتماع يعني اجتماع شغلك، والكلام ده متناقش على الترابيزه شغلك. فده المفروض انا ده انا كل حاجه ببقى رايح حاطط 1 2 3 ومجهز. نتمنى بس الناس تستجيب واتحاد الكوره يستجيب ويطلب، وما اعتقدش الدكتور اشرف هيرفض، مستحيل خالص يعني. طبعا نهائي. موضوع يعني مش ان شاء الله باذن الله. عموما الاخطا يعاقب. انت عايز الغلط وعلى قد الخطا بتاعه يعني. برضو احنا مش ناس يعني، ما تبقاش متطرف حتى في عقابك لحد او يعني عشان ما تبقى زي الناس التانية يعني. شبانة أخطأ في جزء معين يتحاسب عليه على قد الجزء اللي أخطأ فيه. تمام. يعني هي دي النقطة بس. تمام إن شاء الله الأمور تمشي في هذا الاتجاه. نطلع فاصل بقى عشان نرجع نتكلم، عندنا مع معمعة كورة، عايزين نتكلم في الكورة بقى شوية. صدق بالله والله أنا ما اتفرجت على حاجة. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضرتك.